يوم السبت انطلقت فعاليات مهرجان القاهرة لسينما المرأة في دورته ال11، والحقيقة المهرجان قدم على مدى السنوات السابقة أفلام كتير جدا اللي بتلعب فيها المرأة دور رئيسي في صناعة الفيلم نفسه، مش بس في القصص أو المعالجات. خلينا نلقي ضوء أكتر على مهرجان سينما المرأة في دوراته السابقة واللي المفروض هيحصل هذه الدورة. معانا أستاذة بسمة محمود الكاتبة الصحفية. صباح الخير يا بسمة. صباح النور. انت حضرتي الدورات السابقه من المهرجان، ايه اهم المعالجات والنماذج اللي قدمها المهرجان في الدورات السابقه؟ هو كان اهم حاجه بيلقي عليها الضوء هي المراه بصفه عامه، مشاكلها، معاناتها في الشارع المصري، معاناتها في العمل. الفن بيلقي ضوء عليها بشكل كويس ولا لا؟ ده كان اهم حاجه يعني برزت جدا في المهرجان الفتره اللي فاتت. طبعا المشاركات ما بتبقاش مقتصره على المصريات فقط، لا على العرب كمان، على العرب كمان وعلى العالم، وعلى العالم على العالم كمان، لان كمان شفنا كمان مهرجان اسوان لسينما المراه كان فيه كمان نسبه عاليه جدا من الفنانين الاجانب والمخرجين. ده بقى السؤال اللي دايما يتبادر للذهن، ايه الفرق بين مهرجان اسوان لسينما المراه ومهرجان سينما المراه، ولا الجهه هي لا هي جهات مختلفة، بس هي اللي بتدعم المهرجان، مهرجانين، بس هم في الحالتين أهم حاجة إن هم بيدعموا المرأة بشكل أو بآخر. تمام. بيلقوا الضوء على مشاكلها يعني. ده حضرتي حاجة السنة دي من العروض اللي حضرت حاجات كتيرة جدا في مهرجان أسوان، كانت بتلقي الضوء جدا على مشاكل ومعاناه المرأة، بما فيها كمان كانت المناضلة الجزائرية جميلة بحريد، كانت موجودة، ودي كانت طبعا أيقونة النضال بالنسبة للعالم وبالنسبة كمان للشعب المصري. فكان تواجدها كان عامل يعني ضوء كده بشكل مختلف جدا، خصوصا ان احنا كمان ما كناش بقالنا فترة كتيرة جدا ما كناش نعرف عنها حاجة، وكمان ما كانتش بتظهر في الاعلام، فده كان حاجة مهمة جدا وحاجة كويسة انها تحضر. وبالنسبة لمهرجان السينما المرأة ده حضرتي حاجة فيه؟ لسه لحد دلوقتي لسه للأسف ما لحقتش اشوف الفعاليات كلها، فما اقدرش اتكلم عن حاجة ما تابعتهاش بشكل يومي. طيب بيقال انه التركيز دايما على المراه بشكل انها مراه وكذا بيرسخ لفكره التمييز، يعني المفروض ان المراه يعني فرد في المجتمع حتى لو ليها مشاكل خاصه بكينونتها، بس فكره التقطير ده ان يبقى مهرجان سينما مراه بس، يعني في بعض الناس شايفه كده، شايفه ان ده بيرسخ التمييز. انا مش شايفه ان دي لا مش شايفه ان دي عنصريه، ومش شايفه ان دي تمييز، لان احنا للاسف احنا في مجتمع ذكوري من قديم الأزل، فكنا لازم، ومش عارفين كمان معاناة المرأة فعلا. يعني احنا لو حضرتك رجعتي شوية كده للسينما المصرية زمان، كنت هتلاقي أنا حرة، كنت هتلاقي أريد حلا، كل دي بتلقي الضوء على مشاكل المرأة. لو كان فعلا احنا مشاكلنا موجودة في السينما المصرية زمان أو في المجتمع الذكوري اللي احنا عايشين دي، ما كانتش المهرجانات أو الفن بصفة عامة ألقى الضوء أو راح للاتجاه ده. هل شايفه ان في قضايا مشتركه ما بين كل الستات في مصر وفي العالم وفي المنطقه العربيه انعكست في الافلام؟ طبعا، يعني هو هقول لحضرتك ان في الفتره الاخيره ابتدى يظهر ان احنا في ضوء كده، نفس المشاكل على فكره، باختلاف بس ايه ثقافات ما بين المصريين والعرب والاجانب، لا في بس نفس المشاكل، في اضطهاد بشكل او باخر في العمل، في تحرشات على فكره موجوده في كل العالم بشكل او باخر، في الشارع برضو او في مجال العمل، في علاقات اسريه غير سويه خالص، طبعا ده بينعكس اثره على المراه المصريه او المراه العربيه او المراه حتى الاجنبيه على فكره. فده كل ده بيأثر على المراه يعني. طبعا المشاركات بتبقى على مستوى عروض افلام بس، ولا في مناقشات وندوات بتعقد؟ في افلام حصريه بتبقى لسه اول مره تعرض، في حاجات قبل كده اتعرضت، زي مثلا لو هنقول في مهرجان اسوان كان في مولانا، طبعا اكيد اتعرض في السلمات قبل كده، كان اتعمل له مولانا، مش شأن مرأة، مش شأن مرة بس اتعرض اوريدي، لانه كمان كان مخرجين وكان موجودين وكتاب السيناريو بتاعه كانوا موجودين في المهرجان. بعد كده قامت ندوات كتيرة جدا على كيفية مثلا يوسف شاهين كان شايف المرأة بشكل ازاي. تمام. بجانب طبعا تواجد جميلة بحريد لو هنتكلم على سينما اسوان، كانت موجودة وكانت شاركت في كل الفعاليات دي. شايفة ان مشاركة المرأة في مجال صناعة السينما دلوقتي اكتر من قبل كده؟
اه طبعا ما كانوش يعني بيسندوا لها دايما الادوار الرئيسيه، كان دايما الادوار اللي هي لازم تبقى حبيبه البطل، تبقى دورها رقم اربعه مثلا في السيناريو. لكن دلوقتي لا بقى، ما هو دي الفكره، ان انت كل ما بتطرحي فكره ان هي عندها مشاكل وعندها معاناه وبتقدر، كل ما بتسندي عليها دور بتنجح في الدور دوت وبتبرز فيه، فكل ما بنبقى احنا بنقدر نوصل لحاجه اعلى او بنسبة تواجدنا بشكل عام المرأة يعني. لكن شايفة لا، هي كمان المرأة بقت موجودة في صناعة السينما مش بس على مستوى التمثيل. اه طبعا انتاج يعني كمان واضح ان في انتاج وتصوير وكتابة وسيناريو يعني بشكل متميز، وده كمان جداً. موجود في كل المهرجانات اللي كانت موجودة، لانهم اصلا من ضمن الشروط ان انت تشاركي في المهرجان كأفلام او كمسابقة، يعني ان لازم تبقي على المخرجة او الكاتبه السيناريو او البطل الرئيسي او العنوان الرئيسي للفيلم هو المراه، حاجه خاصه بالمراه. في ترند كده كمان ماشي في او في بعض الاحيان بيبقى موجود، انه كل فريق العمل بيبقى سيدات. يعني يوم الستات مثلا، مش بس يوم للستات، في تجارب مثلا مسلسلات افلام بتبقى كتاب السيناريو طبعاً، والمخرجه والمؤلفه واحيانا كاست التصوير مدير التصوير كلهم بيبقوا سيدات. هل شايفه ان ده احسن؟ يعني ده بيخلق نوع من الهارموني والتجانس اكتر في العمل؟ بصي، الهارموني والتجانس ملوش علاقه انت البطل قدامك ممثل راجل ولا ست، بس هي فكره برضو طرح مشاكل المراه بشكل عام، ده بيجذب على فكره الجمهور دلوقتي. يعني احنا شفنا حكايات بنات، كانت في تمثيليات كتيره جدا، شفنا كمان ستات قادره الفتره اللي فاتت في تمثيليات كتيره جدا القت الضوء على المشاكل، باختلاف طبعا ان احنا راضيين عنها او يعني باختلاف ان هي دي الست المصريه الحقيقيه ولا لا، لان احنا شفنا برضو نماذج مش ده اللي يدل على الست المصريه المكافحه خالص، بس ده برضو بيلقي الضوء على مشاكل المراه، ودي حاجه مهمه جدا. طيب انا بشكرك جدا بسمة محمود الكاتبه الصحفيه، اتمنى لك التوفيق، وبندعو الناس طبعا انها تروح تشوف العروض في مهرجان سينما المراه المنعقد هذه الايام. ده كان حوارنا الاخير النهارده في هذا الصباح، شكرا لوجودكم معانا، وبكره هيكون فريق عمل مختلف ساعتين من 8 ل 10 صباحا على شاشه النيل الاخبار. الى اللقاء.